مش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة. يعني بيسعدنا أن يكون لنا لقاء خاص مع معالي السفير الأمريكي جونسون كوهين اللي أشرف وحضر الحفل الخاص بتوزيع جوائز سيني جونة. برحب بيه على شاشة أم بي سي مصر. هلو، نايس تو ميت يو. Thank you very much. نرحب بك معالي السفير على شاشة أم بي سي مصر، وفي البداية نود معرفة رأيك في مهرجان الجونة السينمائية هذا العام. Well, we think this is an important cultural event for Egypt and the region. مهرجان الجونة من أهم المهرجانات الرائدة في مصر والشرق الأوسط في مجال السينما، وهو له أهمية كبيرة أيضا في فن صناعة الأفلام ولصانع الأفلام وبالنسبة إلى ربط الدول بعضهم البعض في هذا المجال. وأحب أن أشيد بدور الإعلام المصري وصناعة السينما، كما أشكر إدارة المهرجان وكل ما فعله في المساهمة والمساعدة على ربط المخرجين المصريين والأمريكيين وتبادل الخبرات فيما بينهم في هذا المجال المهم. وأنا بشكل شخصي وكذلك السفارة الأمريكية سعداء للغاية بالدعم المقدم لصانع الأفلام في مصر مع العمل على تطوير هذه الصناعة بالتوازي وبالشراكة مع نظرائهم في أمريكا. كيف ترى تنظيم مهرجان الجونة السينمائي هذا العام ورأيك أيضا في الأفلام المشاركة؟ التنظيم رائع للغاية، وهناك العديد من المساعدين الشباب القائمين على ترتيب الأمور بشكل جيد، وكذلك هناك تجديد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية. أنا سعيد فعلا بمشاركتي في هذا الحدث الكبير، وأحب أن أتواجد فيه خلال المرات القادمة. ما هو رأيك في مدينة الجونة كمكان سياحي جميل ووجهة سياحية لمصر؟ الجونة مكان رائع، وأحب أن أقول أنني أحرص على الإتيان من كاليفورنيا لمصر لزيارة الجونة تحديدا. ده كان لقاءنا مع معالي السفير الأمريكي جونسون كوهين على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة. مشكوركم وإلى اللقاء.